هانيا للمغرب، هانيا للشمال الحيطي، عادوا مع الفرح اكيد على ان التتويج ياتي بعد معاناة. تمكنت البطلة شيماء الحيطي من انتزاع ذهبية الكاراتي وزن أقل من 50 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا، وذلك إثر تغلبها على الجزائرية سيليا أوكين بأربعة مقابل اثنين. أنا فرحانة بزاف، وخاصة بعد هذا الفينال اللي كان صعيب بزاف مع بطلة قوية وعندها ديجا ألقاب، واستطعت أنني نحصل على ألقاب حتى أنا، يعني ندير كاع داكشي اللي عندي مزيان، وفرضت عليهم الأداء ديالي عن جدارة واستحقاق. متابعة الحركة ثلاث نقاط. كما قلت البطلة المغربية شيء بطلة الجزائرية سيليا وكين. كما قلت البطلة المغربية شيماء الحيطي ستكون في مواجهة البطلة الجزائرية وكين سيليا. البطلة المغربية شيماء الحيطي مصنفة 21 عالميا. في مواجهة البطلة الجزائرية المصنفة 12 عالميا. كل التوفيق للبطلة المغربية شيماء الحيطي في نهائي وزن أقل من 50 كيلوغرام. سيدات والبطلة الجزائرية سيليا وكين مصنفة 13 عالميا برصيد 2145 نقطة. بطلة المغربية شيماء الحيطي مصنفة كما قلت 21 عالميا برصيد 1432 نقطة. آخر مشاركة للبطلة المغربية شيماء الحيطي كانت في كأس محمد السادس الدولية للكاراتيه بمدينة الرباط، احتلت المركز السابع. أيضا مركز خامس في البطولة الدولية في بطولة العالم بدبي السنة الماضية. كل التوفيق للبطلة المغربية شيماء الحيطي في هذا النهائي. أول يوكو للجزائرية سيليا. مباراة لازالت في بدايتها. بطلة المغربية شيماء الحيطي تلعب بالحزام الأحمر. أما البطلة الجزائرية ليس بسهلة، مصنفة 13 عالميا كما قلت. عندها يوجه للبطلة الجزائرية سيليا وكين. دائماً البطلة المغربية تبحث شيماء الحيطي. نبعد حوالي دقيقة ونصف من نهاية المباراة، لازالت عمر المباراة بقية. حذر من عدم التغطية. هجوم ايضا التغطية وردة الفعل. متابعة الحركة ثلاث نقاط.
ثلاث نقاط إيبو، حركة أكثر من رائعة من جانب البطلة المغربية شيماء الحيطي بالفعل. إذن ثلاث نقاط إيبو للبطلة المغربية شيماء الحيطي، حركة أكثر من رائعة من جانب البطلة المغربية شيماء الحيطي. يجب استغلال الوقت وأيضا استغلال دفاع البطلة الجزائرية سيريا وكين التي ستبحث عن العودة في النتيجة، واستغلال أخطاء البطلة الجزائرية. سنتابع شيماء الحيطي ماذا كيف ستتعامل مع الدقائق القادمة من هذا النزال على بعد دقيقة ومر طويل في زمن رياضة الكاراتي تباري. أظن يوكو للجزائرية للبطلة الجزائرية سيليا وكين. سمع أيضا التعليمات والتشجيعات القادمة من المدرجات لشيماء. لم تحتسب ليوكو، يجب التعامل بحذر وبعقلانية مع الثواني المتبقية. أظن سيكون المطالبة بالعودة للفيديو من جانب مدرب البطلة الجزائرية سيليا وكين، يطالب ب العودة إلى الفيديو، يطالب بيوكو بنقطة للبطلة الجزائرية. حكم والمدرب البطلة المغربية شيماء الحيطي يطالب منها تسجيل نقاط أكثر خلال الحديث الذي تبعناه قبل قليل. قلت البطلة المغربية شيماء الحيطي مصنفة 21 عالميا في مواجهة البطلة الجزائرية سيليا وكين المصنفة 13 عالميا. البطلة الجزائرية في رصيد 2145 نقطة على مستوى الترتيب العالمي. الارك السابع في بطولة العالم ذا الرفد. عدنا الرفد لا وجود ليوكو في اللقطة الماضية، 42 ثانية وقلم شيماء الحيطي للحفاظ على هذه النتيجة وإضافة نقاط أخرى. يلا يا شيماء، حذاري من النقاط الثلاث، حذاري من إيبون. نتابع شيماء الحيطي. كان مسك في اللقطة الماضية أظن. ثلاثة وعشرين ثانية يجب أن تتعامل معها بذكاء البطلة المغربية شيماء الحيطي. يلا يا شيماء يوكو للبطلة الجزائرية سيليا وكين. 3-2 أظن، وأيضا يوكو للبطلة المغربية شيماء الحيطي 4-2. يلا يا شيماء نتابع. سيتم توجيه انذار للبطلة المغربية شيماء الحيطي، غير مهم. 8 ثواني أمامك يا شيماء من أجل معانقة الذهب. كما قلت انذار يوجه للبطلة المغربية شيماء الحيطي. يلا يا شيماء، أظن يوكو في اللقطة الماضية للبطلة المغربية. سيكون المطالبة بمراجعة الفيديو بالفعل، المطالبة بيوكو للبطلة المغربية شيماء الحيطي على بعد 4 ثواني. دائما التفوق للبطلة المغربية شيماء الحيطي، إن شاء الله الذهب 4-2 في حوار بين المصنفة 21 عالميا البطلة المغربية شيماء الحيطي والبطلة الجزائرية المصنفة 13 عالميا سيليا وكين.
حتى الآن شيماء الحيطي متفوقة بأربعة مقابل اثنين، وإن شاء الله إضافة نقطة إضافية من خلال اليوكو. سنتابعون يوكو، أظن يوكو نقطة إضافية للبطلة المغربية. أربع ثواني متبقية لم تضم ولم تضاف أي نقطة للبطلة المغربية. نهاية الوقت، نهاية الوقت بالفعل، إذا نهاية الوقت. هانئا للبطلة المغربية شيماء الحيطي التي تفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في وزن أقل من 50 كيلوغرام سيدات على حساب الجزائرية سيليا وكين. مباراة كانت أكثر من رائعة، لكن حركة الإيبون والإسقاط في اللقطة التي قامت بها البطلة المغربية شيماء الحيطي كانت أكثر من رائعة، وهي التي قلبت الموازين على مستوى هذه المباراة. إذن هنيئا للمغرب، هنيئا لشيماء الحيطي، دموع الفرح أكيد على أن التتويج يأتي بعد معاناة، بعد تمارين، بعد تذاريب شاقة طيلة السنوات. اليوم تفوز شيماء الحيطي بميدالية ذهبية على حساب المصنفة 12 على العالم، البطلة 13 على العالم، البطلة الجزائرية سيليا وكين التي انتصرت في نصف النهائي على حساب البطلة التركية المصنفة الأولى عالميا. إذن أول كاتا فردي أمامنا تتويج البطلات الفائزات على مستوى وزن أقل من 50 كيلوغرام سيدات. المركز الثالث مناصفة بين الإيرانية سارة بامانيار وتركيا سيراب أوزاغليغ أربوغلو المصنفة الثانية على العالم. المركز الثاني للجزائرية وكين سيليا المصنفة الثالثة عشر على العالم. المركز الأول للبطلة المغربية شيماء الحيطي الصغيرة في السن لكن كبيرة في العطاء، وأمام مستقبل واعد إن شاء الله. البطلة المغربية شيماء الحيطي المصنفة 21 عالميا تفوز بالمركز الأول أمام بطلات من العيار الثقيل. نتحدث عن البطلة التركية كما قلت سيراب المصنفة الأولى عالميا والتي احتلت المركز الثالث، ونتحدث أيضا عن البطلة الجزائرية سيليا وكين المصنفة 13 عالميا، وأيضا نتحدث عن البطلة الإيرانية سارة واحدة من البطلات القويات على مستوى العالم في وزن أقل من 50 كيلوغرام. إذن المغرب الذهب، الجزائر الفضة، تركيا وإيران الميدالية البرونزية. والآن نتوقف مشاهدينا مع النشيد الوطني المغربي. إذن كان هذا تتويج البطلات الفائزات في